لنا الشرف اننا نحضروا اليوم داخل السوق المركزي بدعوه من تنسيقيه الجمعيه ديال التجار ديال السوق المركزي كممثل ديال الاتحاد التجار المهني والحرفي في مدينه العرائش في اليوم العالمي للمراه اللي هو 8 مارس. طبعا جينا باش نشاركوا النساء العاملات ولا التاجرات داخل هذا السوق هذا خارج البيت، فطبعا فبدعوة كريمة من التجار ديال السوق المركزي فلبينا الدعوة هذه وجينا واحتفلنا بحضور الإخوان التجار والجمعيات المهنيين بحضور السيدة القايدة تحت إشراف الإدارة الجماعية السي عميدو المدير ديال السوق المركزي، فله جزيل الشكر على الدعم ديالو لهذ المبادرة هذه. فطبعا كنتمنوا من الله تعالى انها تكون بادره خير في ان نشوفوا مبادرات اخرى من اجل تعزيز ديال الدور والمكانه المراه في المجتمع المغربي. وشكرا.